Yeah. رجال ما هم سيفة ولا قلدة احنا اللي كان دبحوا العشر وانت هم صحاب السردة كيفاش هم ضفير وانت فرش لك رحت الزردة فاك انت وش سفير انت اكس دي الفردة نسيتي شحال من مرة دوش لك فسطح بالتيو نسيتي كوالا نزلو حداك وانت حدايا فالبانكيو شمن طبصيلة فلة وانت اول شرطة حدايا كتخيل راسك راسي من اللي كتشوفني في المرايا اللي تسال الدم كتولي حدايا بحاشي بيبي حمار بيتانسي جام مخزوز وقلبو شيبي انت خير مقدم ما مقيت بالعيب سلم كيفاش كاين وانت جيتي بحاشي مقدم ما فاك فانس ديالي خاك اختك صغيرة طلعو رجال عليك عليها بيت جات الغيرة مخبع في بيتي قول لها ماما راني سكران كاع ما كدور في حومتك غير بشرطة وحدة سمراء لا نسيتي سول امك هي اللي شاهدة وباك ياما وصوني عليك طلعتي راجل بحال باك هادي ماشي باكالوريا جبنا الدكتورة في الزنقة ضربتي شرطة بارانويا طلعتي سلعة بالدار خليك تسب وسبب باش نقول فاس كتب تعدى في طنجة تعلمتي تلباس وباقي ما تعلمتي واخا تعيا تزواط وكلشي عايق بيك دابا واخا تنفاق خليك في الكابلش عندك كتير وكابلس بلا الحس طلعتي فلة واخا بائس ناقص واحد من اللي ماشي شل حنايا باقي ديما والو ما عندناش الحل رد فلوس الناس اللي سرقتي في السهرة في اكادير جيتي نطاجة كاتشن شريت عليك بالطاباشير انت ماشي حرف انت غي دمار تبع الوالد بحاشي صمام شريك بحاشي الديمارك اللي عامل بيها السفلة انت وخا انا زير زير وميزان وخا كفلة تعلمتي مني كل شي دابا تعلمت برا تعاملنا معاك بالرجولة مدابا فوق الدبرة دخل فيكم اول واحد جارك في الكار خويا لي باغي نصور طلعتي عندك الزار بنتي طريف وحلو بحال شي حليوة ضد الدار باينة في هجوم الاول يلا شان طور الكذوب للي ماتوا جبارة باقي حي هو اللي جابكم عندي حتى الاستوديو بلا شي باي عيتي ما طير كاع من حقتي حتى وزة الو بابا لي باغي نحرق باغي فيزا وجعت سكارفيس كلامك ديما خانس ربي بوحدو اللي حاسبني ملي كنت مفلس ياك شحال من مرة نصحتك وانت كتنفح بلا حس فمك تلاقي الريحة انت مع راسك بلا نفسي اللي مسانسي بدل فيق معك الدقيق خليك درويش شميك وافتح وسياق الدقيق راك عارف وانا عارف ما كنخليش في الحساب صامت كاع لي ضايق الهدب يا لي جات قدو شي حاجة يديها كاع ما كندخو بلا بلا ولا هضرة في ستوريز رجال افعال ماشي اقوال يا من كازا حتى طنجة من طنجة حتى كازا رجال كونيكشن حبيبي